العنوان يقول نشر تدوينة في الفيسبوك، نشر تدوينة في الفيسبوك فنال 10 سنوات سجن. يميش. 10 سنوات سجن من أجل تدوينة في الفيسبوك. هاو بشوف شنو اللي صار الآن في وقته. في وقته هو أصيل ولاية صفاقس ومقيم بسوسة، متزوج وعنده ولاد. تم إيقافه نهار 24 أوت 2021 من طرف فرقة أمنية مختصة بعد ما قام بنشر تدوينة اعتبر القضاء أنه فيها تهديد لسلامة رئيس الجمهورية، وتم توجيه تهمة الإساءة لرئيس الدولة وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية. نص التدوينة توعد فيه الرئيس بالنهاية التي أعدها الله للظالمين والمفسدين في الأرض، هذه اللي موجود حتى نكونوا أمينين وإحنا نقدموا في الخبر. دونك هذا اللي فيه نص التدوينة. دائرة جنائية المختصة في مكافحة الإرهاب أصدرت يوم الثلاثاء الماضي حكم ب10 سنوات. معنا شقيقة هذا الشاب حنان أبو عزيز السباخيل. ونهارك زين حنان. ألو ألو عكيمة، مرحبا بك يا حنان. عايشك. أنا أخت يوسف بوعزيزي. هو توقف نهار 24 أوت 2021 من ولاية يسكن فيها. جيت وفرقة من تونس هزت السبب هي تدوينة ضد رئيس الجمهورية. تعديت له في الوقت هذيك لأنه تعديت له إرهاب. قعدت في الإيقاف عام و4 شهور. نهار 3 تمت المرافعات نتاع المحامين. نهار الاربعاء صدر الحكم اللي هو حكم صادم 10 سنوات. مش نتخيلوا ما كنتوش تستنوا حكم بعشر سنوات كمان معناها؟ لا لا ما كنتش. هو يوسف عارف روحه وانه في التدوينة متاعه مشي لبعيد معناها؟ لا لا لا، هو ما كان، هو اصلا ما عندوش حتى خلفية سياسية. اذا هو كان معناها يتخيل بانه هو باش يصير هكا مستحيل انه يخاطر بخدمته، يخاطر بعائلته وعنده ولد معناها عمره 5 سنوات عم جاي اولى ابتدائي. مستحيل معناها. هو احنا كي مشينا له اول مره قال مستحيل كنت نتخيل اصلا باش يصير في هذا. ماهوش ناشط هو سياسي ولا لا مش ناشط سياسي، ويكتب مدون. مش مدون كبير لكن مدون عادي. ما عندوش حتى مرة ما صارت له حتى مرة. أخويا عمره ما دخل مركز شرطة. عنده حتى سوابق عدلية، حتى سوابق عدلية. مرتي دخل مركز شرطة مرة، خرج بطاقة تعريف مرة، خرج باسبور. فقط ما عنده حتى سوابق عدلية. نفس القضية في ديسمبر 2021 فما شخص تعاقب بشهر سجن في قبلي من أجل نشر تدوينة، وتم توجيه تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية. معني نفس التهمة خذي عليها شهر، أخوك علاش خذي 10 سنوات؟ شو التفسير متاع المحامي متاعكم؟ المشكلة بأن المحامي تصدر الحكم أصلا هو قال حكم قاسي جدا. يعني احنا ما كناش ننتظروا اوكي بانه هو رئيس جمهوريه، لانه لكن ما كناش ننتظروا في حكم 10 سنوات لدرجه بانه اصلا لا عنده خلفيه سياسيه، ما عنده حتى قضايا حتى من اي نوع، لا ارهابيه، ما عندوش، هو اصلا ما عنده حتى شيء. يعني هذيك علاش احنا صدمنا بالحق. انا امي اول ما سمعت عندي اخويا عايش برا، يعني عايده كامله دخلنا بعضنا. مستحيل كنا بحكم هذا، بحكم 10 سنوات. عندك رسالة اليوم تحب تتوجه بها ربما للسيد رئيس الجمهورية تحديدا؟ أنا نحب نقول بأن هو كان مجرد تعبير، ما فاتش، هو ما فاتش تدوينة. يمكن أنا معاه بأنه عقاب، لكن العقاب مش بالدرجة هذه، لأنه 10 سنوات راهو 10 سنوات على كتابة. نحاول أنا نقول بأنه إعادة النظر في الحكاية، إن علاش تم تأويله وتكييفه بالطريقة الخطيرة هكيك، علاش الحكم القاسي جدا على تدوينة وهو ما عنده حتى علاقة بحتى شيء. باش تستأنفوا؟ باش تستأنفوا؟ أي باش يتم الاستئناف إن شاء الله بقدرة ربي. ونحاولوا بالحق، نحاول نوصل صوتي لعبيد الكل بالحق. انا بالحق خاطر امي مريضه، مش سهل عليها، مش سهل عليها. ولدها صغير، ولده كل نهار يسال على دوبينه بالعقل. يعني عمر
عايشه معناها فيش تخمم بانه قام شيء ولا يقرا ولا ابتدائي. خويا كان جاي يعرف بانه باش يصير هكا ولا باش يتم تاويله بالقضيه هذه مستحيل يتبع. ان شاء الله يتم النظر من جديد ويتم التخفيف على هذه العقوبه ويرجع. نطلب من رئيس الجمهوري انه يشوف انه يثبت بالحق هو غلط. انا مانيش باش ننكر وقول له ما غلطش، لا غلط، لكن مش بالحكم بالطريقه هذه. العقوبه اكبر برشا من الخطا حسب رايك. واضح. شكرا ليك يعطيك صحة حنان. 10 سنين الحقيقة من أجل تدوينة برشا برشا، رغم وأنه أنا مع القانون ومع حرية التعبير المسؤولة بالضبط. ولكن في كل الأحوال هي تدوينة مش 10 سنوات. نشرت لي ياسر قاهر والله واعلم شنو هو التفاصيل نتاع القضيه. عموما ان شاء الله يعاودوا ينظروا كما قالت لنا اخته، انه ما عنده حتى شيء، ما عندوش نشاط سياسي، مجرد مدون صغير معناه يعطي في رايه في الشان العام وكهو.